بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن موضوع يمكن يهمنا كلنا، اللي هو هل البرزخ حقيقة أم عالم وهمي؟ لأن لاحظت أن بعض العلماء والمفكرين بيقولوا أن الإنسان لما بيموت بينام لغاية يوم القيامة، وطبعا الكلام ده فيه شك كبير قوي، لان ده يتعارض مع بعض ايات القران وبعض مع بعض حديث العتره الطاهره. طيب شوف مثلا واحد من العلماء اللي بيقالوا الكلام ده قال ايه، استشهد بالايه اللي في سوره ياسين وقال: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. قال لك هم كانوا نايمين من اول ما ماتوا لغايه يوم القيامه، بيقولوا ليه قومتونا من النوم. ده لها تفسير تاني، طبعا التفسير ده خاطئ، يعني انا مش بخطأ علماء انما بخطأ التفسير في ذاته. التفسير ده خاطئ لان ده يتعارض مع كلامه القرآن. تعال نشوف زي ما احنا متعودين العترة الطاهرة بتقول ايه، بس احنا بناخد كلامنا كله عن طريق اهل البيت، واهل البيت هم اللي بدونا من نبع صافي. احنا عارفين كلنا قبل ما ندخل في كلامهم، عارفين كلنا تكلموا كتير من العلماء عن العوالم اللي احنا عدينا فيها، يعني ترانزيت، انت واقف في مطار، عديت من عالم الذر لعالم الاصلاب لعالم الارحام لعالم الدنيا. يعني عندك قوس صعودي وقوس نزولي. القوس الصعودي اللي هو بتطلع من اعمالك من عالم الدنيا لفوق، القوس النزولي انك نزلت من العوالم دي كلها جيت لادنى العوالم اللي هي الدنيا. الدنيا العالم الوحيد اللي فيه التكليف، بقية العوالم ما كانش فيها حاجة، ما كانش فيها تكليف، تتنقل 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 تتنقل، إنما عالم الدنيا هو العالم الوحيد اللي حط لك فيه التكليف، وعشان كده بتصعد أعمالك لفوق. طيب الموت تجربة كلنا شفناها وكلنا هنعيشها، ولذلك من حقك إنك تعرف أنت رايح فين، من حقك إنك تسأل إيه اللي بيحصل، لأن اللي راحوا وشافوا ما بعتوا لناش خبر ولا جات لنا منهم رسائل يعني أكيدة، إنما كل ده ما بنعرفش عنه حاجة إلا إذا قالوا لنا أهل البيت اللي بيحصل هناك. طيب الإنسان على هوا زي ما أنت في حياتك عايش لك طريقة، وفلان له طريقة وفلان له حياة، الموت كذلك بيجيك بطريقة على قدك، يعني كل واحد طريقة الموت بتاعته بتختلف عن التاني، مش كلنا بنموت بنفس الطريقة أبدا. واحد بيكون بيصلي تبص تلاقيه وقع على الأرض مات بلحظة، واحد تلاقيه احتضر بمدة طويلة، واحد تلاقيه وهو بيشرب المية طلعت روحه، كل واحد له طريقة. ملك الموت الحقيقي اللي هو يقبض أرواح الأنبياء والأولياء والأوصياء والصالحين فقط، والباقيين أتباع ملك الموت. وإحنا عارفين إن ملك الموت هو لما سألوه إزاي بتقبض روح، يعني مثلا عندك في كل بلاد العالم في الثانية الواحدة بيموتوا ألفات في الثانية الواحدة، قال لك شجرة عليهم أساميهم، الورقة بتاعت اسمك لما تقع ببعت وراها على طول من أتباعي ليقبضوا روحك. طيب الصادق عليه السلام بيقول لك روح المؤمن كجوهرة في صندوق، إذا خرجت الجوهرة دي من الصندوق أصبح الصندوق ليس له أي قيمة، اللي هو جسمك بالظبط. يعني أنت لما الإنسان تطلع روحه من جسمه، أو هو نفسه مش روحه، تطلع النفس تخرج من الجسم، بتخرج إن خلاص الجسم أصبح بالنسبة له فستان أو حاجة وسخة، واترمت في المكان ده، وهو اتنقل بنفس اللحظة، اتنقل في ثواني للعالم البرزخ. ولذلك يقول لك سؤال القبر وعذاب القبر وضيقة القبر وضيقة البعرفش، ده كله 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 موجود في عالم البرزخ، مش في عالم مش في الحفرة اللي متر في متر دي اللي قدامنا، دي عبارة عن ممر لهناك، ممر فقط، ينزلوه من هنا عشان الجسم ده يضل مع أمنا الأرض والنفس تطلع لعالم البرزخ على طول. لما يوصل الإمام الصادق اللي بيقول لنا، بيقول لك النفس لما تطلع من الإنسان
على طول بتدخل في جسم هلامي، هو نفس جسمه بس على شكل هلامي، بحيث ان لما تدخل فيه نفسه الناس بتعرف فلان وفلان وفلان جه وفلان جه. واول ما يوصل على عالم البرزخ بعد ما يتم سؤاله، دلوقتي هقول لك ازاي بيسألوه، بيجي بقى بيتلموا عليه حواليهم كلهم، حصل ايه؟ الملاك يقول له اتركوه، جاي من 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 موقف صعب قوي، موقف كان صعب عليه من هول فظيع، اتركوه بس يهدى. فبيتركوه ويستنوه لما يهدى. طب ايه الخوف اللي عدى عليه؟ يعني مثلا واحد يقول من هول عظيم، يا ترى ايه الهول اللي هيعدي علينا ده؟ لا، بقول لك لا، الهول ده فيك انت، لان انت الانسان لما يجيله ملك الموت بيشوف ملك الموت قدامه بيكون هول المطلع، انك انت شفت الملاك مرة واحدة ولقيت الملاك بيقرب عليك. يعني واحد من الصالحين يقول لك انا شفت ملك الموت شاب جاي من الافق وجاي يقرب عليا، يقرب عليا لابس ابيض في ابيض، وش جميل وشكل جميل ورائحة طيبة، ما خفتش منه، اتكلم معايا وقال لي انت هتموت يا فلان بعد كذا كذا. وفي الحقيقة لما قال لي كده انا يعني اتأثرت، بس في الوقت نفسه انا عارف ان انا رايح في خير. فالراجل بيقول لك انا رحت سلمت على قرايبي ووصلت قرايبي وكلهم تأجل موته لبعدين. دي قصة الكل عارفها، موجودة في كل الكتب. انما بيقول لك ان ملك الموت نفسه لما يجي للإنسان، لما هو في لحظة الاحتضار أو بده يسحب روحه، كل واحد على هوا أعماله بيشوف ملك الموت قدامه، بيشوفه بالصورة اللي هو يؤهله إنه يعرفه إنه رايح فين. على هوا أعمالك أنت عارف أنت رايح فين. وملك الموت بيتكلم مع الميت، بيتكلم. أنت تلاقي الميت قدامك ساكت ويمكن عينيه مفتوحة ومش ما فيش أي حركة فيه، إنما هو في حالة كلام. قالوا لما كنتم مستضعفين في الأرض؟ قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ديالوج من ملك الموت وبين الميت، ليه عملت كذا؟ أو يقول ربي أرجعوني حتى أعمل صالحا، لأنه شاف نفسه رايح في داهية. لأن ملك الموت بيفتح له طاقة قدامه، بيقول له هذا مقعدك من النار أو هذا مقعدك من الجنة، هو عارف طبعا هو رايح فين. فهنا في حياة، في كلام بين الإنسان وبين ملك الموت. ولذلك لما سألوه للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له إذا أنت بتقول أنت بشر مثلنا وأنت بتشوف الملائكة وإحنا ما نقدرش نشوفها، ليه؟ المفروض إحنا كمان الملائكة نشوفه. فهنا ربنا بعت لهم الرد، لو ما تشوفوا الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى، لأنك الملاك هيجيك في وقت الموت فقط، مش هيجيك في وقت الحياة زي ما جه للرسول. رسول الله كان له قيمة تانية وله وضع تاني وله نورانية تانية، ملك الموت بيقدر يتكلم معاه، أو ملك أي ملائكة السماء كلها في خدمته. إنما إحنا لا، إحنا لما نيجي نشوف الملك بنشوفه بس في وقت الاحتضار. طيب الخوف مش بس من ملك الموت لما يدخل عليك يمكن يهديك بشكله ويهديك بكلامه، وفي الوقت نفسه تهدى كمان أكتر وأكتر من لما يدخل رسول الله عليك عليه الصلاة والسلام. لما يدخل رسول الله عليك ويقعد يقول لك يا فلان ابن فلانة أبشر فأنا رسول الله اللي كنت تحبني في الدنيا، ويدخل علي عليه السلام يقول لك أنا علي اللي كنت بتحبني اليوم سأنفعك، هذا يهديه قوي قوي قوي. لذلك تبص تلاقي المؤمن أدونا علامات إن لو نزلت دمعة من عينه بتعرف انه في رحمة الله، لو اتفتحت منخاره بتعرف انه في رحمة الله، لو فصدت جبينه بالعرق بتعرف انه في رحمة الله. فدي علامات. انما يقول لك ايه الخوف التاني بقى؟ ايه؟ ان احنا عشنا في حياتنا يخوفونا من القبر، وحشة القبر، والدود اللي بياكلك في القبر، واللي مفيش حد يونسك في القبر، كل ده شحنوا بيه دماغاتنا غلط، خطأ. ده يتعارض مع كلام الله ويتعارض مع أحاديث أهل البيت. قال لك أنت القبر اللي بتشوفه ده ممر سريع، كمان ممر سريع، الجسم بيقعد فيه ونفسك بتطلع على طول بسرعة لعالم البرزخ. بيسألوا طيب هل ضغطة القبر اللي بيقولوا عليها دي بتحصل في القبر ده ولا بتحصل في عالم؟ لا، بتحصل في عالم البرزخ، بحيث ان المشنوق على الحبل اللي كانوا يرصدوه شهر وشهرين ثلاثة علقوه، مين اللي ضغطه؟ الهوا ضغطه، اللي مات في البحر المية ضغطته. فالضغطة مش ضروري تكون في القبر نفسها، حتى تختلف أضلاعه، لأن الكافر له ضغطة في القبر، إنما الضغطة دي بتكون في عالم البرزخ هناك، عالم كبير. إيه هو عالم البرزخ؟
قال لك عالم البرزخ ما حدش يقدر يوصفه ولا حد يقدر يشوفه. اللي شافوه ما جوش قالوا لنا، انما اللي قالوا لنا عليه العترة الصادقة قالت لك ان عالم البرزخ بالنسبة لعالم الدنيا زي عالم الارحام بالنسبة للانسان. الطفل بيبقى قاعد في الرحم مفكر ان دي دنيته، ولذلك لما يطلعوه يبكي ويخاف. احنا نفس الحكاية، بنبقى طالعين من الدنيا دي للعالم التاني خايفين. خايفين من ايه؟ من الحاجات الغلط اللي احنا فهمناها. انما يقول لك الصادق عليه السلام اذا انت مؤمن بتدخل هناك بمنتهى الهدوء ومنتهى الراحه، وبتوصل هناك وبتلموا عليك، لان المؤمنين في عالم البرزخ بيقعدوا حلقات حلقات، بيتسامروا، بيقعدوا بيزوروا بعض، وبيتكلموا مع بعض، وبياكلوا وبيشربوا، بس بطريقه ما بنعرفهاش احنا، مقدرش نقول لك هي. حتى انه لما يوصل يقولوا له سيبوه يهدى يا جماعه، ده جاي من خوف عظيم، كان خايف. انما لما وصل لعالم البرزخ ولا قدامه مؤمنين ولا قدامه الملائكه بشكل مريح هدي. فلما يهدى بيتلموا عليه، فلان عمل ايه وفلان عملت ايه وده عمل ايه وده عمل ايه، وبيقول لهم اذا قال لهم فلان سبته في الدنيا ارتجوه. شوفي كلمه ارتجوه يعني ايه، يعني برجاء، برجاء من الله انه يلحقنا، قد ما هم مرتاحين ومبسوطين. يعني الموت ما بيخوفش المؤمن، الموت ما يخوفوش. وإذا قال لهم مات وهلك يقولوا هوى، خلاص ما شفناهوش معناته هوى. طيب أمير المؤمنين بيقول لك إيه؟ لولا الآجال التي كتبت عليهم لما استقرت أرواحهم في أبدانهم طرفة عين. وتلاقيها أنت حققها في نفسك، أنت لما تحس بنفسك أنك قريب من أهل البيت، وقريب من الأذكار اللي مطلوبة اللي تعرفك عليهم، وقريب من علمهم، وقريب من وجودك معاهم، تحس إنك بتتمنى الموت. لولا الآجال اللي موجودة اللي كتبت عليهم لما استقرت أرواحهم في أبدانهم طرفة عين، بيتمنوا إنهم يطلعوا على طول ويعيشوا في الحياة الجميلة اللي فوق. عالم البرزخ عالم جميل جدا، عالم واسع جدا، عالم هادي، عالم كله رحمة وكله حب، وكله بيكفي انك هتشوف فوق اهل البيت كلهم، بيكفي انك هتلتم مع المؤمنين اللي من طبقة بتاعتك، مش كلهم مخلطين في بعض، لا درجات. احيانا الانسان، واحنا احيانا واحد يقول لي انا شفت رؤية في المنام، شفت عالم الموت، شفت عالم القيامة، شفت شفت شفت. هل الرؤية في ديننا صح؟ طبعا صح. لو كانت الرؤية مذمومة ما كانش ربنا حطينا صورة كاملة في القرآن اسمها سورة يوسف. سورة يوسف كلها رؤى، أولها بدأت برؤية وختمت بتحقيق الرؤية، وفي النص رؤية الملك ورؤية الصحابة اللي كانوا في السجن دي كلها اتحققت. بس ايه، الرؤية في المنام بتجيك شكل، ولما تنزل في عالم الدنيا بتتفسر بطريقة تانية خالص. يعني مثلا بمثال بسيط كده، لما يجي يقول لك مثلا في مقدمة سورة يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، آخر السورة ورفع أبواه على العرش وخروا له سجدا. التحقيق بيبقى التحقيق شكل، والرؤية بتجي بصورة إشارة، بشارة، انتباه، انذار، تحذير. ملك الموت في ملك خصوصي مخصص بالرؤية. وذلك الفرق بين ان الحلم والرؤية، انت تحلم احلام عادية خالص، انما الرؤية تكون جاية بطريقة شفرة وتلح عليك فسرها فسرها فسرها. لو لما تلح عليك لازم تفسرها عند واحد يكون بيفهم في التفسير، مش واحد يكون بيكرهك او مغرض ان يكلمك كلام يزيك فيه. لازم تديها لواحد يكون بيفهم انه يفسر الرؤية صح. طيب وانا هجيب لك رؤية انا لما سمعتها والله بكيت، لان ممكن كلنا نكون واقعين في الخطأ ده، بس انا حبيت احطها في المحاضرة اليوم عشان خاطر تلتفت زي ما انا التفتت لها، تلتفت ليه اللي كيف عالم الرؤية في من فوق بيدينا بشارة وبيدينا انذار. واحد من العلماء الكبار المعروفين جدا بيقول شفت رؤية ان عالم القيامة، شفت ان يوم القيامة جه والناس كلها بتجري والصحف بتتطاير، وانا عمالي اجري شمال ويمين مش عارف انا مصيري فين. وانا بالمنظر ده لقيت اتنين جم شكلهم وحش قوي مقرف، جم مسكوني من ايدي دي ومن ايدي دي وجروني قدامهم. قلت لهم ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا ماسكيني كده ليه كاني مجرم؟ فقالوا له احنا عملك. عملي؟
ده انا عامل في الدنيا حاجات كتير، ده انا عالم من العلماء الكبار وشيخ من الشيوخ المعروفين، ازاي عامل يكون كده؟ ما ردوش عليه، جروه لما ودوه لمكان فاضي صحراء وسابوه ومشيوا. فبيقول التفت يمين والتفت شمال، انا فين؟ مش عارف مكان وحدي فيه وتركوني وراحوا، ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. فجأة لقيت رجل وقور وعليه نورانية كبيرة قوي وجاي بهدوء، وتقدم إلي وقال لي كتاب أعمالك أهو، اسمع افتح الكتاب، لو لقيت فيه 3/4 صفحات بيضة بتدخل من الطريق، بتمشي في الطريق ده، وبشاور له على طريق فيه خضار وفيه مية، إذا لقيت نصه صفحات بيضة بتدخل من الطريق اللي هناك ده، لا طريق كله تراب، إذا لقيت ربعه بتدخل من الطريق اللي هناك ده، الطريق كله أحجار وكله حاجات مقرفة، قال له وإذا ما لقيتش فيه أقل من، إذا لقيت أقل من الربع بتدخل على الطريق ده، لقيت طريق دخان ونار وفوران. فقال له بحماس كده، قال له لا سيدي راح يكون 3/4 و3/4 الكتاب أبيض. فبيقول ابتسم ليه ابتسامة غريبة كده وطقطق راسه ومشي. قال له لو طلع 3/4 أبيض فإذن تلحقني تكون معايا. فبيقول لما قال لي الكلمة دي اتخضيت، فمسكت الكتاب وإيديا بترتعش بترتعش في الكتاب، هفتحه هفتحه هشوف فيه إيه. فتح لقى أسود 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 أسود، لقى نفسي بيقول الله أكبر أعمالي فين راحت؟ جاله صوت الراجل المهيب ده، جاله صوت قال له أعمالك كلها اتسجلت بس ما كانتش لله، كانت للناس وأخدت جزائك. قال له لا أبدا عملت لله. قال له افتح الصفحة الفلانية، فتح قال له اقرأ اللي فيها، بدأ يقرأ. يوم عملت اجتماع، عملت اجتماع مع العلماء وقعدت مع العلماء وكانوا بيتناقشوا في الموضوع الفلاني وانا اتكلمت لا نفسه بيقف، ايه مظبوط، انا حسيت وقتها بغرور، حسيت ان الكل عينيه عليا، حسيت اني بدي اتباهى قدامهم وبين لهم ان انا افهم واحد فيهم، مظبوط ده حصل، تسجل عليه متسجل عليه. فقال يا الله يا الله، وانا كنت قاعد بقول ان انا بعمل لله. قال له ان الله يطلع على الاسرار كلها، افتح الصفحة الفلانية، فتح قال له اقرأ. قرأ لقى نفسه ان كان في جماعة من العلماء قاعدين حاطين ضده واحد مؤمن، والواحد ده لانه مش عايز يمشي معاهم كانوا كلهم نازلين فيه نازلين فيه نازلين فيه بيحطوا من قيمته. قال انا اشتركت معهم لان كان بدي اكون معاهم، لان كان لهم حظوة كبيرة في البلد، فاشتركت معاهم ونزلته، فصفحتك سودة. قعد يقول له افتح الصفحة الفلانية وافتح الصفحة الفلانية وافتح الصفحة. قال ايه؟ لقيت دموعي بتنزل على وجهي ومش قادر اعمل اي حاجة، وحسيت بانهيار تام في حياتي، قلت معقولة كل اعمالي راحت؟ معقولة كل اللي عملته راح عليا؟ فجأة وانا بقلب هيك في الكتاب لقيت صفحة بيضة، قلت له سيدي لقيت صفحة بيضة. قال له اقرأ اللي فيها. فبدأ يقرأ، قال له عبدي انت وجدت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية يتيم اسمه كذا، واليتيم ده كان بيبكي لانه مش لاقي يدفع مصاريف المدرسة، فانت تكفلت بمصاريف مدرسته. الولد نجح في المدرسة، ومن طريق من دفعاتك اللي دفعتها له اللي كمل دراسته، وصلت دراسته لمراحل عالية جدا ونجح في حياته. يوم من الأيام انت مرضت بالمرض الفلاني ودخلت على المستشفى، وجي الولد يزورك وقعد يبكي بكاء شديد شديد جنب سريرك، حتى ان اللي قاعدين قالوا له انت تعرفه؟ قال لهم هو كان السبب ان ساعدني ان انا اكمل تعليمي اوصل للمركز اللي انا فيه. قال له عبدي حسبت كل دمعة من دموعه حسنة إليك، حسبت كل نجاح من نجاحاته حسنة إليك، ولذلك الصفحة دي بيضاء إليك. فقال لما قريت الصفحة دي بدي أوطي على إيدين الراجل المهيب ده وأبوس إيديه. فقال له أنت طريقك تروح من الطريق ده، دله على طريق تاني. فقال لا حول ولا، مشيت في الطريق، وأنا ماشي في الطريق بقول يا الله يا ريت أرجع تاني على الدنيا وأعرف إن اللي عملته غلط، أعرف إن الناس ما فادتنيش اللي فادني، كان لازم أعمل حاجات سليمة. حتى من ضمن الحاجات اللي أنا قريتها في الصفحة بتاعتي برضو إن أنا صمت 3 أيام وحبيت أبين للعالم إن أنا صايم، يعني شوفوني أنا صايم، أنا مش زيكم أنا صايم، برضو دي اتكتبت صفحة سودة.
فبقول يا الله يا ريتني ارجع تاني، طبعا مش ممكن ارجع تاني ان احنا في يوم القيامه. فبقول قعدت فتره في المكان اللي وداني عليه، جه في دماغي خاطر بدي امشي واشوف العلماء اللي كانوا قاعدين معايا وين راحوا. قال ضلتني ابحث واروح من هنا لهنا لهنا لهنا، لقيتهم في مكان اقل لسه من المكان بتاعي وكلهم قاعدين. دخلت قلت له فلان وفلان وفلان وفلان، فقام قال له، قالوا له افلسنا، كل اعمالنا كانت خطأ وكلنا مفلسين قاعدين. فبيقول حمدت ربنا. وبعدين جت في دماغي خاطر طب اشوف الناس اللي كنت بتمسخر عليهم في الدنيا، بقول ده مش نافع ده ولا عامل حاجه في دنيته ولا حاجه والناس كلها بتحتقره، وانا كنت لما اشوفه يكلمني ما ردش عليه وامشي واسيبه. لقيتهم هم اللي موجودين في عليين، هم اللي موجودين في ارقى المكان اللي هو شاور لي عليه في البدايه. قلت يا الله قد ايه انا اخطات في حياتي، قد ايه انا عملت غلط وانا مش حاسس بيه وضاعت علي اعمالي كلها. الكلام ده بعدين بيقول لك ايه الغريب في الامر، ان كنت بعد ما خلصت صلاه الليل غفيت عيني عبال ما يجي صلاه الفجر ثواني اللي شفت فيها المنظر ده. ده كان راح هو بعديها لواحد من المراجع الكبار وساله عن الرؤيه دي، فقال له دي رؤيه، دي لولا ان الله بيحبك ما نبهكش وانت في عالم الدنيا بالحاجات دي عشان خاطر تتلافى الحاجات اللي جايه لك وتكفر عن اللي فات دي، لان ربنا عايز يرفع مكانك لانك اكيد عملت عمل في الاخر منيح، فربنا عايز يرفع مكانك. فهنا بيقول ايه، هنا نيجي نشوف ايه دلوقتي لما يجي يقول لك واحد بقى ان الرؤيه والرؤيه والرؤيه وان احنا شفنا الكلام الرؤيه، طب يا ترى لما نيجي نسال ان هل أهل البيت بيشجعونا إن إحنا نشوف رؤية ونتكلم عليها؟ قال لك نعم، في رؤية بتكون إشارة من فوق لازم تفهمها، بيكون مصلحة لك. كل الرؤى اللي بتجيلك إشارات لازم تفهمها، بتكون من مصلحتك، لأن اللي ما يهتموش فيه بيتركوه. إذا جات لك رؤية تعرف إن فيك اهتمام ولازم تغير من سلوكك وتغير من تصرفاتك وتغير من أفعالك. طيب يقول لك ايه، ان هل البرزخ عالم وهمي؟ طبعا لا، لان احنا لما نيجي نمسك القرآن ونشوف القرآن بتاعنا نجد ان ربنا بيتكلم في القرآن اشياء كتيرة، ايات كتيرة تدل على ان عالم تاني. يعني ابسطها يقول لك ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. طب اذا كانوا احياء يجي واحد يقول لك ايه من العلماء، لا هو يقصد زي الطبطبائي مثلا يقول لك ان هو يقصد ان سيرتهم في الدنيا حيه. قلت له طب ليه بيقولوا يرزقون اذا كانت مجرد سيره واسلوب ان ده حي على اساس ان احنا بنتداول كلامه ونتعلم منه، يعني سيره، مجرد سيره، سيره عطره؟ لا، لان قال لك ان يرزقون. وبعدين يجي يقول لك في آية تانية ان هم ايه، ولكن لا تشعرون، يعني احنا هنشعر بيه اذا كان هو سيرة عطرة مش هنشعر فيه، انما قال لك ولكن لا تشعرون، هي معناته ان هم موجودين في عالم تاني وبيرزقوا فيهم وبياكلوا وبيشربوا بطريقة معينة. يجي تاني في حالة تانية يقول لك مثلا آية تانية تيجي تقول لك ايه، واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، والذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات. طب ما دامت السماوات ما الارض، معناته في عالم هنتنقل له وهنقعد فيه في جنه، وهي دي الجنه اللي اخبرونا عنها، الجنه الارضيه اللي هتكون لما يطلع الامام سلام الله عليه، وهو لا هتكون جنه ارضيه ونار ارضيه، ودول هيكونوا خالدين فيها ودول هيكونوا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، لان يوم القيامه ما فيش سماوات والارض، يوم حملت الارض والجبال فدكت دكه واحده، ما فيش ارض في يوم القيامه. فالارض موجوده فين؟ في يوم الخروج، يوم الساعه. هي الساعه في ناس بتخلط بين الساعه الكبرى والساعه الصغرى. الساعه الصغرى اللي هي يوم خروج الامام يا جماعه، اللي هي يوم الدين. يوم الدين اتكلم عليه ربنا في معظم سور القرآن، ذكر يوم الدين في معظم سور القرآن. وأبسط حاجة في سورة الفتحة اللي انت بتقرأ مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ لا يقولوا لك لا هو يوم القيامة، لا يوم الدين هو يوم خروج الإمام، لأن في عندنا لسه أيام جاية هتيجي بتصليح الأرض. مش قال لك الأرض
ربنا حطها وعد من الله ان يرثها عباده الصالحون. طب هيورثها ازاي اذا كان من الموت لعالم القيامه؟ معناته ما فيش ارض. انما كل سور القران بتاكد لك ان في يوم الدين، وان يوم الدين ده هيكون هيجي على الارض، وهيكون يوم الدين الاموات هتقوم تاني، واللي هو عالم الرجعه اتكلمنا عنه كتير. وان قال لك ان اللي ماتوا هيكونوا في الجنه خالدين فيها الى ان تنتهي السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض هم دايمين هناك. يعني اضرب لك مثال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. انه يوم، يوم احتضار، يوم ما موت. الظالمين اللي قعدوا يتفلحصوا على رسول الله، واللي قعدوا يتكلموا كلام خطا على رسول الله ويشوهوا في دينه، يجي وقت اللي مش قال له انا العزيز الكريم؟ قال له ذق انك انت العزيز الكريم، دوق، طلع طلع روحك بقى. الملائكه بسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، لان عذاب الكافر عذاب شديد جدا في خروج روحه. وضربوا لنا مثال قبل كده وقالوا لنا بتكون روحه بتخرج من جسمه زي ما يكون سيخ اللحمه اللي بنشق فيه اللحمه محطوط في صوف مبلول، تشده ويتشد معاك. هنا ده العذاب، العذاب الاحتضار. يمكن احنا ما بنشوفوش لان ده كله موجود في عالم تاني، عالم البرزخ. انما المؤمن بيقول لك، يعني الامام الحسين عليه السلام يقول لك المؤمن الدنيا سجن المؤمن، وحد يكره انه يطلع من سجن لقصر كبير لعالم كبير؟ لا طبعا. انما العالم الثاني بيكون سجن الكافر، سجن الكافر. فالدنيا سجن المؤمن وهناك جنة المؤمن. الكافر الدنيا جنته وهناك سجنه، دي كل واحد على هوى أعماله. يجي يقول لك في آية تانية، احنا قلنا هنا الظالمون في غمرات الموت يعني وقت الاحتضار، الملائكة بتحكي معهم، قلنا الملائكة بتتكلم مع الميت والميت بيتكلم وبيشوف وبيحكي وبيشوف. آخر حاجة في الميت بتموت اللي هي سمعه، يعني بيكون بتطلع روحه بيموت وانتهى خلاص وغطوه، سمعه لسه شغال، لان بدقائق بيفضل السمع شغال، بيسمع اللي بيبكي عليه، بيسمع اللي بيتكلم عليه، لانه سمع كلام الملاك وسمع كلام رسول الله وسمع كلام الامام، لسه السمع شغال. فلذلك يفضل السمع دقائق قبل ما ينزلوا على القبر لينتهي. هنا يقول لك ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. شوف عايز يبين لك ان فرق كبير بين العالم الدنيا والحاجات اللي بتحصل في الدنيا والحاجات الباطنية اللي بتحصل في العالم الثاني خلفية. يعني من اخطائهم ادخلوا اغرقوا، دول اتكلم عن قوم فرعون، هم اغرقوا، دخلوا فين؟ في المية، اتغرقوا في البحر. انما هم ادخلوا نار، المية في الناحية الباطنية اتقلبت عليهم نار، اشتعل البحر عليهم نار. ولذلك يقول لك الميت لما تغسله إذا كان كافر، مية الغسيل بتتقلب عليه نار تحرقه وهو بيتغسل. الميت المؤمن بتكون عليه برد وسلام هما بيغسلوه، تفرق. حتى إذا آية تانية بتقول لك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا، لأنه شاف، مش ميت زي ما بيقولوا مدله نايم لغاية يوم القيامة، لا، لأنه دخل في عالم تاني وشاف وقال يا ريتني أرجع. بس طبعا كلا، إنها كلمة هو قائلها، مش لو رجعهم هيعملوا زي ما هم، هيعيدوا نفس شخصياتهم وحياتهم. ولذلك كان بعض الصلحاء زمان يعملوا إيه؟ يحفروا القبر بتاعهم وينزل يلبس الكفن بتاعه وينزل يقعد في القبر يقرأ القرآن، ويقول بعد ما يخلص القرايه يقول ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا، ويقوم يقول رجعني عشان اعمل صالح. ليه؟ عشان يتذكر الحاجات اللي عملها غلط. يعني دول كانوا مهتمين قوي بدينهم، مش زي حياتنا دلوقتي. دلوقتي الناس مهتميه بالدنيا على الاخر، على الاخر، دنيا ومال وفلوس ونساء، هدول اللي شاغلين بالهم. الدين عندهم اخر اخر همهم. ولذلك انت لما تيجي تنبههم اللي هيحصل معاك ايه لحظة الاحتضار، اللي هيحصل معاك ايه هناك، مفيش رجوع، افهم مفيش رجوع، انتبه لحياتك، مش هو ولا هو مش هنا، مش معانا،
يا عمي فكني يا عمي سيبني انت التاني ده ما تخوفني ودايما تعمل، لما يجي يبقى يحلها ربنا. عمرك شفتي حد راح ورجع؟ ما عندنا اهل البيت يا جماعه قالوا لنا، احنا كل الحاجات اللي في العوالم الغريبه اللي فوق دي ما نعرفهاش، عالم الموت ما كناش نعرفه لولا اهل البيت. ولذلك اخواننا اهل السنه ما بيعرفوش اللي بيحصل في عالم البرزخ لانهم ما عندهمش معلومات عن اهل البيت، بياخدوا معلوماتهم من علماء السنه، وعلماء السنه بيتخبطوا شمال ويمين. لذلك اللي عايز العلم الحقيقي من النبع الصافي تاخده من محمد وآل محمد فقط، لان هم عندهم العلم اللي اتبني من عند الله. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجوني لعني اعمل صالحا، كلا انها كلمه هو قائلها ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. بعدين الصادق عليه السلام يقول لك ايه؟ البرزخ جزء من اجزاء الدنيا، جزء من أجزاء الدنيا. ولذلك يا جماعة عالم البرزخ بيكون فيه الأموات، الأموات تستطيع أن ترانا ولكن إحنا ما نقدرش نشوفها. هم بيجوا بيزورونا، بيزورونا كل واحد على هوا أعماله. يعني المؤمن، المؤمن اللي كان شديد الإيمان بيزور أهله كل يوم بس هم ما يحسوش فيه. المؤمن العادي بيزورهم كل ليلة جمعة، بيجي على شرف بيوتهم وبيتفرج عليهم وبيطلع عليهم. طبعا الملائكة بتكون معاه فبتديله الحاجات الحلوة اللي ترجعه مبسوط ومنشرح، والكافر بتوريله الحاجات المقرفة اللي لو انت صلحت حالك وصلحت ولادك ما كانش بقى حالهم كده، فبيرجع مغموم. فدي كلها عقابات، معناته في عالم، في عالم تاني، في ناس مسؤولين عنه. انت عارفين ان المسؤول عن عالم البرزخ في دلوقتي في احنا الوضع اللي احنا فيه هو الحسين سلام الله عليه، هو ملك عالم البرزخ الآن. طيب لذلك إن أكبر كلمة أو أكتر كلمة ناخدها من الصادق عليه السلام هو يقول لهم إيه؟ انتبهوا يا شيعة محمد، انتبهوا لأعمالكم، انتبهوا لتصرفاتكم. أنتوا عن سميتوا حالكم جعفرية، خلوني ما توصلنيش منكم أشياء تسئني. ولذلك أنا بقول لكم أنا خوفي عليكم بس في عالم البرزخ، لأن عالم البرزخ هتاخدوا العقاب، إنما شفاعتنا هتوصلكم في يوم القيامة. إحنا ملناش في عالم البرزخ شفاعة، ولذلك أنت أعمالك اللي تشفع لك، إنما شفاعتنا لكم وإنقاذنا لكم هيكون في عالم القيامة. أنا يا ريت أكون دلوقتي وصلت لكم الموضوع بطريقة مبسطة وطريقة سهلة، ويكون وصلكم بطريقة حلوة، وإن شاء الله بنشوفكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.